مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، وفيها تتابعون: من المواقع المحلية تضامن فرنسي واسع مع الصحفيين المختطفين في سجون الحوثي. موقع المشاهد نت يريد معلومات جديدة عن سجن تعز، إحدى ضحايا القصف فتاة جاءت لزيارة والدتها السجينة. ومن الأخبار المنوعة: بريطانية عمرها 106 أعوام تهزم كورونا. احتل الخبر السار القادم من منطقة الشحر الصفحات الرئيسية في المواقع الإخبارية اليمنية، ويتعلق الخبر بالمحيطين بالحالة اليمنية الوحيدة المصابة بفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة عن صحة المخالطين. وعنون موقع المصدر أونلاين وزير الصحة: الفحوصات التي أجريت على المخالطين للحالة المصابة في حضرموت سلبية. ونقل الموقع تأكيدات وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر بعوم أن الفحوصات التي أجرتها فرق منظمة الصحة العالمية على المخالطين للحالة المصابة الوحيدة في الشحر جميعها في صحة جيدة، ولم تظهر عليها أي أعراض للمرض. ورفع وزير الصحة إلى مجلس الوزراء مستجدات الإجراءات المنفذة في استمرار توزيع وسائل الوقاية وتجهيز المحاجر وتقوية قدرات القطاع الصحي والتعاون القائم مع الأشقاء والأصدقاء في هذا الجانب. جرفت السيول منازل عدد كبير من النازحين في مأرب، وهناك تعاملت السلطة المحلية مع الأمر بمسؤولية عالية كما وصفت المواقع الإخبارية. ونطالع من موقع مأرب بريس: مأرب توجيهات من المحافظ العرادة بإيواء المتضررين من السيول في فنادق المدينة. وتحدث الموقع عن توجيهات لمحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة بنقل المتضررين من الأمطار إلى فنادق المدينة. أفاد الموقع أن التوجيه أكد على استضافة النازحين والمتضررين من السيول في فنادق مدينة مأرب على حساب السلطة المحلية إلى حين إعادة تأهيل مخيماتهم. وشهدت محافظة مأرب أمطارا غزيرة وعواصف رعدية وسيولا جارفة في عدد من أحياء المدينة ومديريات المحافظة. وقال مراسل مأرب بريس إن السيول جرفت عدة منازل في الأحياء الشمالية لمديرية المجمع عاصمة محافظة مأرب. ودعا الدفاع المدني بشرطة محافظة مأرب، دعا المواطنين الساكنين بالقرب من مجرى وممرات السيول والمصبات المائية، دعاهم إلى أخذ الحيطة والحذر ما قد يسببه هطل الأمطار الغزيرة على المحافظة وما يصاحبها من رياح وأعاصير قوية قد تشكل خطرا على حياتهم. الوطن لجميع أبنائه. تحت هذا العنوان كتب محمد ناشر مانع مقاله في عدن الغد: من يريد بلدا حرا معافا عليه العمل على إعلاء روح الوطن وبذل الجهد الحثيث لتحقيق وحدة وطنية أرضا وإنسانا، من رأس ضربة علي إلى باب المندب، دعوا إشعال الفتن من جديد. الوطن يحتاج لكل أبنائه، وهو لجميع أبنائه بكل مشاربهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم وقناعاتهم. والبحث عن عدالة اجتماعية وطنية سياسية وعسكرية وغمر صراعات الماضي أمر ملح. أحسنوا الظن ولا تجعلوا ردة أفعالكم عالية، وحافظوا على كل أواصر الود والإخاء بين أبناء الشعب، وعززوا من مفهوم قيم التصالح والتسامح ليصير أنموذجا تظهر جودة نتائجه قبل أن يبدأ بصورة رسمية. لا تقطعوا الرجاء أو تعيدوا النظر في علاقتكم مع الأشقاء، فلم يأتوا فقط لقضيتنا، فالتباينات والخلافات لا تعني العداء. لا داعي لإقحام الناس ونعتهم بآفات التخوين والارتزاق والعمالة، فهذا سلوك شمولي ديكتاتوري مميت، ولا يستخدمه إلا ضعفاء النفوس ومهزوزو الثقة، ولا يحق أو يجوز استخدامها بوجه إنسان. أعلن الصحفيون الفرنسيون تضامنهم الكامل مع زملائهم الصحفيين اليمنيين الذين أصدرت جماعة الحوثي قرارا بإعدامهم. وعنون موقع الصحوانت: تضامن فرنسي واسع مع الصحفيين المختطفين في سجون الحوثي. ووصف الصحفيون الفرنسيون قرار الإعدام بالأمر الصادم ولا يمكن تصوره، كما أنه يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
وضمن مساعيهم في حشد الرأي العام الدولي، أشار البيان الموقع من نقابة الصحفيين الفرنسيين والنقابة الوطنية للصحفيين الفرنسيين والاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل إلى أنهم أجروا اتصالات بكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبالمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، بالإضافة إلى الاتصال بالقادة 27 في الاتحاد الأوروبي لمنع إعدام 4 صحفيين يمنيين حكمت عليهم ميليشيا الحوثي بالإعدام في صنعاء. كما دان الصحفيون في النقابات الفرنسية 3 التعذيب والاعتقال التعسفي للصحفيين ومنع الرعاية والزيارة العائلية عنهم، وطالبوا بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين. قبل أيام قتلت ميليشيا الحوثي مجموعة من السجينات في تعز عبر استهداف السجن بعدة قذائف، وما زال في ذات السجن عدد من السجينات في ظل المخاوف من تكرار القصف. ووفقا لموقع المشاهد نت، سجينات تحت القصف أبريل الأسود في تعز. وتخشى أمل العبسي مديرة سجن النساء المركزي بمحافظة تعز من تكرار استهداف السجن الذي تعرض للقصف بقذائف من قبل مسلحي جماعة الحوثي المتمركزين في منطقة الربيع غرب مدينة تعز. وتقول للمشاهد إن السجن ظل على الدوام في مرمى قذائف الحوثيين، وسبق حادثة الاستهداف الأخيرة التي أودت بحياة سجينات في 5 أبريل الجاري سبقه قصف متكرر على محيط السجن من قبل مسلحي الجماعة خلال سنوات الحرب. وتحدثت المديرة عن الضحايا وقالت إن إحداهن طفلة جاءت لزيارة والدتها والثانية موجودة في السجن مع أمها وشرطية. وقالت العبسي منذ ذلك الحين والسجينات يعشن في خوف دائم من تكرار استهداف السجن. وقالت إحدى الناجيات أسمع أصوات المقذوفات والصراخ وأحاول ألا أتذكر ذلك الموقف، لكني أفشل في كل مرة، فعندما أغمض عيني أتخيل كل ما حدث. تضيف أنها غير مصدقة أنها نجت من الموت مع طفلتها، وتقول كنت أجلس وطفلتي بجوار واحدة من النزيلات، فجأة لم أعد أسمع أو أستطيع الرؤية لكثرة الدخان. كنت أنادي صديقتي لكنها لم تجب، بعد أن خف الدخان رأيتها مبعثرة في المكان. اليقين ولا يقين، تحت هذا العنوان كتب كمال عبد اللطيف مقاله المنشور في العربي الجديد، مضيفا في أجزاء من مقاله. دفعنا فيروس كورونا إلى الخوف، فتعطلت مؤقتا بعض صور إيماننا العظيمة بفتوحات العلم والتقنية في حياتنا، تزداد تأكدا من التأرجح القائم والمتواصل في حياتنا. وأنت تتابع تحولات الراهن العربي وتعاين الدهاليز المظلمة التي يترنح العرب اليوم في قلبها بين خيارات ونزوعات أبعدتهم كلية عن الشعارات والآمال التي تغنت بها أجيال القرن الماضي ولم نتمكن من الاقتراب منها، فأصبحت اليوم في صورة أفق بعيد المنال. ولا أريد أن أفسر ما حدث بما اعتدنا قوله في الأغلب الأعم بسوء الحظ وتضافر العوامل الخارجية وحدها، ذلك أن مختلف المصائب التاريخية التي ألمت بنا في مختلف أوجه الحياة ومظاهرها تتعلق أولا وقبل كل شيء بسوء تقديرنا وتدبيرنا مصائرنا. وإلا كيف نفسر النفور الذي أصبحنا ننظر من خلاله إلى جامعة الدول العربية ومختلف مؤسسات العمل الإقليمي العربي؟ كيف نفسر جمود المؤسسات التي أنشأنا لننظر في صور خلافاتنا ومستقبلنا ونرعى التضامن والتعاون فيما بيننا؟ لا يتعلق الأمر هنا فقط بمجلس التعاون الخليجي ولا باتحاد المغرب العربي، بل إنه يشملهما معا ويشمل كذلك المؤسسات الفرعية المرتبطة بهما. فلماذا ننشئ المؤسسات وننفق عليها ثم نحولها إلى مجرد لافتة لا نستطيع الاستغناء عنها على الرغم من نفورنا منها؟ أوضح الدكتور سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء اليمني رئيس لجنة الطوارئ العليا لمواجهة فيروس كورونا للشرق الأوسط أن الحكومة ستعمل على إعادة المواطنين العالقين في الخارج تدريجياً. وعنونت الصحيفة أكثر من 20,000 يمني عالقون في الخارج. قال الخنبشي إن اليمن شددت الإجراءات الاحترازية في المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة تحسباً لانتشار فيروس كورونا، مضيفاً أنه تم توفير الكاميرات الحرارية وأجهزة PCR والفحص لحالات كورونا في المنافذ الرئيسية للبلاد.
وعن الإجراءات في المنافذ اليمنية قال الخنبشي إن في كل منفذ هناك كاميرات حرارية وفرق ترصد أي حالة. حركة الأفراد ممنوعة ويسمح بالحركة التجارية فقط، وهؤلاء يخضعون للفحوصات، ولدينا اتجاه فيما يخص الشاحنات التجارية باستبدال السائق ورأس الشاحنة عند المنافذ من الجانب اليمني بسائق يمني لتلافي دخول أي أشخاص قد يكونون مصابين، وهذا سيطبق في منفذي الوديعة وشحن. وفي الموانئ التي تعتبر المنفذ الرئيس لدخول المواد الغذائية والسلع الأساسية والمشتقات النفطية للبلاد، قال الخنبشي كل باخرة عليها المكوث 14 يوما في منطقة المخطاف قبل رسوها في الميناء للتفريغ، وعندما ترسو يقوم فريق طبي وبائي بإخضاع كل طاقم الباخرة للفحص. وبخصوص اليمنيين العالقين بالخارج، وهم أكثر من 20,000 عالق ذهبوا للعلاج ولغيره وليست لديهم إقامات، بعضهم في السعودية والأردن ومصر والهند وغيرها، سوف تعمل الحكومة لحل هذا الملف من ثلاثة اتجاهات. الأول، العمل على توفير أماكن للحجر الصحي 14 يوما للقادمين، وقد كلفنا المحافظات بتوفير ذلك سواء باستئجار فنادق أو عمارات. الاتجاه الثاني، نقلهم من الخارج على دفعات وليس مرة واحدة. والاتجاه الثالث، تقديم دعم مالي، وقد كلفنا وزارة الخارجية ووزارة المغتربين والسفارات بحصرهم لتقديم هذا الدعم. حتى في وقت انتشار الوباء وتزايد أعداد الضحايا، تحاول الصين الصعود عالميا مقابل التراجع الأمريكي، ولكن كيف تعمل ذلك؟ أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت شفيق الغبرة يكتب عن تعلم الصين للتقدم وأضاف في مقاله: لدى الصين 375,000 طالب وطالبة في الولايات المتحدة، إذ يتضح من السياق أن الصين حرصت على التعلم من التجربة الأمريكية الثقافية والعلمية والبحثية، وقد استفادت الصين من العولمة والهيمنة الأمريكية لتضع لنفسها مكانا مرموقا ومؤثرا، بل حتى في الثانويات والمدارس الداخلية الأمريكية توجد أعداد كبيرة من الطلبة الصينيين، وفي نفس الوقت توجد كميات كبيرة من الأموال الصينية المستثمرة في الولايات المتحدة، خاصة في بعض أكبر الجامعات الأمريكية والمختبرات ومراكز البحث. وقد تم القبض منذ أسابيع قليلة على مجموعة من الأساتذة في جامعة هارفارد الأمريكية بسبب اتهامهم باستخدام المختبرات لمصلحة أبحاث علمية متقدمة لصالح الصين. ستضطر الولايات المتحدة لتنسيق جاد مع شركائها الأوروبيين الذين تخلت عنهم، وستضطر للعودة للناتو الذي فككت قدراته، وستجد أنها مضطربة لخطاب يركز على حقوق الإنسان والتنمية عوضا عن تحالفات الاستبداد وخطاب دعم إسرائيل. وما يبدو على السطح الآن أن الشركات الصينية قادرة على تحمل تبعات الأزمة والإغلاق، وذلك لطبيعة علاقتها بالدولة والحزب الشيوعي الصيني، وهذا بعكس الولايات المتحدة التي لن تستطيع تحمل صدمات السوق، خاصة في ظل التناقضات بين البيت الأبيض والولايات الخمسين. لهذا فإن إعادة انتخاب الرئيس ترامب لفترة ثانية ستدمر الولايات المتحدة. سمح الأطباء لعجوز بريطانية يعتقد أنها أكبر المرضى الذين تغلبوا على فيروس كورونا المستجد في بريطانيا بالخروج من المستشفى، وعنونت صحيفة القدس العربي: بريطانية عمرها 106 أعوام تهزم كورونا. وقالت الصحيفة إن كوني تيتشن، وهي جدة شهدت ميلاد أحفاد أبنائها، حاربت الفيروس أكثر من 3 أسابيع وحصلت على وثيقة صحية من الأطباء في مستشفى سيتي بأنها شفيت منه. وقالت تيتشن التي ولدت عام 1913 وعاشت الحربين العالميتين، قالت: أشعر أنني محظوظة جدا لنجاحي في محاربة هذا الفيروس. وقالت حفيدتها إليكس جونز 40 عاما إن جدتها تطهو دوما لنفسها أيضا، مع أنها تحب الاستمتاع بطعام من ماكدونالدز من حين لآخر، ولذلك لم نخبرها بأن المطاعم مغلقة. وأضافت: أعتقد أن السر في امتداد عمرها هو نشاطها البدني واعتمادها كثيرا على نفسها. سجن أسترالي لمدة شهر لأنه تسلل بنحو متكرر لزيارة صديقته خلال فترة حجره الصحي ليصبح أول شخص تطبق عليه هذه العقوبة.
لمخالفته تدابير الإغلاق المفروضة في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا. وعنونت العربي الجديد: سجن استرالي خرق قوانين الحجر الصحي لرؤية حبيبته. وقال خلال محاكمته إنه انتهك التدابير أولا للحصول على طعام، لكن بعد ساعات خالف قواعد الحجر الصحي مرة جديدة لأنه اشتاق إلى حبيبته. وأوضحت الشرطة أن الرجل هرب من مخرج للطوارئ، ما سمح له بتجنب رؤيته من جانب موظفي الفندق مرات عدة، لكن في النهاية ألقي القبض عليه استنادا إلى كاميرا المراقبة. وبموجب التدابير التي تهدف إلى وقف انتشار الفيروس، كان على الرجل أن يعزل نفسه لمدة 14 يوما بعد وصوله إلى المدينة من ولاية فيكتوريا. ولو بقي في غرفته في الفندق لانتهت مدة حجره الاثنين، لكنه الآن سيمضي شهرا في السجن، وقد حكم عليه بغرامة تزيد على 2000 دولار أسترالي، ما يعادل 1280 دولارا أمريكيا. ومن الحب ما قتل، تواصل الصحف المحلية والعربية والعالمية تغطيتها المستمرة لوباء كورونا. صحيفة الغارديان البريطانية نشرت صوراً أيضاً لمظاهر التأثر بفيروس كورونا. نتابع. ختاما، نتابع عددا من رسومات الكاريكاتير والتي نشرتها الصحف والمواقع اليوم الخميس. بهذا وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.